على بتويتر. العب خلاص عيش يا وحش، انت الحين تقدر تغرد. ايش السخافه يا اخي، مريض انت؟ الحمد لله يا رب، والله انك درج. اصبر يا ورع، اصبر بتشوف كتاباتي. ايه هذا نظامك انت، بتشوف كتاباتي؟ مش كتاباتي يا اخوي، الله يرحم لي والديك يا عامر، شغل الخنبقه والخرابيط ما نبيها يا اخي. هي والله انا صادق الحين، عاد تصدق شكله من ذوليك اللي يكتبون، طلعت من البيت تايم، دخلت البيت تايم، مع العيال تايم، فلونيت يا عيال. اركد بديتك الونيت. تروح بعيد، نسيت ذوليك العالم اللي تكفى سوينا رتويت، الله يرحم لي والدي، رتويت رتويت رتويت. الزبدة يا عيال، كيف اجمع متابعين؟ سهلة يا ابوي، الحين في حاجة اسمها هاشتاج، هذه الهاشتاج تكتب فيها، اوكي؟ اشطح وين عليها. وين وين ورنيها. دي يا اخوي شفت دي؟ هذه اكتب فيها اشطح عليهم. اكسودي ايش؟ اشطح عليها، اكتب اي شيء، اي شيء اكتبه، العالم تجيك المتابعين تصدق؟ اجل اكسو ها؟ اسمع اسمع العلم، لا تنسى تروح للمشاهير وتقول لهم كلام حلو كذا، ضبط مواضيعك يعني، هم يسوون لك رتويت ويجون لك فلوس كثير. ايه بس حاول، حاول انك تكتب حاجات كذا بطلة، حاجات كذا مميزة كذا حساسة، عشان يجونك يسوون لها رتويت بعد. طيب عيال الحين كم عندكم متابعين؟ انا عندي 100. كنت بديتك يا 100. انا 55. لا صاروا 54. ايه ليل الليل، شكل شغلتكم مطولة، لكن تدرون شلون؟ الحل عندي. يقطع بليسك يا مشاعل، انت شلون وصلوا عندك المتابعين 5000 متابع؟ الله يخلي القص واللصق، كوبي بيست. وين؟ تربية فنية. انت وش عرفك يا المثقفة؟ المهم بس ما عليك منها، قولي لي وشو القص واللصق؟ أبد، انسخي من البيبي ام وحطيه في تويتر. وانا اشوف الزخارف في تغريداتك كنها تكسبك الثاني. اقول احسن منك، كل ما غردت تغريده جاها 5 انفولو، انا بتغريده واحده يجيني 180 ريتويت. لا سامجة. اوه نسيت، مي امي تبيك. وش تبي بعد؟ ما ادري، قالت لي قولي المي ابيها ضروري. ماني رايحه. أمي الله يعيني على برك ورضاك. أشتاق بطل يا ناصر يتكلم عن قيادة المرأة، وفي ناس مؤيدة وفي ناس معارضة. وانت وش قلت انت وين؟ يا حبيبي أنا من زمان أصلا مؤيد قيادة المرأة، فأكيد أنا موافق. خبل انت خبل، ناقصين زحمات حنا ناقصين، وبعدين منزين شوارعنا اللي نصها حفريات وقلق وقروشة، تخيل واحدة تعطلت في الشارع وش بيصير؟ تلقى الشارع زحمة وقلق. ايش فيك يا اخي، ايش فيك معصب انت يا اخي؟ وش فيك ما يمديني اقول كلمة يا اخي الا تهب علي؟ جديد في الموضوع ما تعرف تمزح يا اخي، الواحد ما يمزح معك. انا قلت كذا عشان العالم تقول ان محسن متفتح. فتح راسك افغاني وملاهس منك يا تنكة. لك كيف تويتر معك؟ بطل يا حلو، 10,000 متابع والعداد يزيد. اتحداك، شنو سويتها؟ معك سوس الدلوعة. انت سوس الدلوعة؟ جيب طاقتك على عضدك. انت واحد من اللي خرفنتهم يا خروف. عاد والله انا معجب حقيقة باللي سويته. شلون سويتها؟ والله فكرة بطلة. عن طريق السكسوكة. شلون سويتها يعني؟ سحبت فيك انت وغيرك، ترى الفكرة مو بس انت لحالك، خرفنت ناس واجد. اوف عاد والله صوتك خقق زي المزز. طيب شكلي انا بسوي زيك. لا لا ما يصلح تسوي زيي، انا عندي لك طريقة احلى. شلون؟ يا ابوي سوي نفسك مريض بالسرطان، شوية تجمع متابعين بعدين غيرها. صعب يا ابن الحلال تفاول على نفسي بالمرض، لا شوف شيء ثاني بالله. عاد بكيفك، ترى ماني فاضي لك. انا وش اسوي؟ انت وش تسوي؟ وش تسوي؟ وش يسوي ذا؟ لقيتها. وش هي؟ تعرف الفنان خالد عبد الله؟ ايه وش فيه؟
ما عنده حساب في تويتر، فأنا فكرت أني أنتحل شخصيته وأجيب متابعين وفلوس وجمهور كثير. جميل جميل والله، حتى أنا أنصحك تسويها. والله فكرة حلوة. بعدين تعال تقدر تدخل جوجل وتاخذ الصور حقته والأخبار حقته وتسوي كأنك أنت عارف، تنزلها تقول آخر صورة آخر خبر، يعني حركات كذا هبلة. أصلا هذا اللي أنا بسويه. بنات بنات تعالوا شوفوا هذا حصلته في تويتر، مرة كيوت. شوف أشوف، واو مرة كيوت، أبسوي له فولو من عندي أشوف. طيب هو مشهور أو تغريداته اللي حلوة؟ لا بس عجبني شكله سويت له فولو. آه يعني أنت تتابعين الواحد علشان شكله بس؟ عادي وش فيها يعني. يا ميري، ميري الزفت، وين الحل اللي قلت لك تجيبيه؟ وين اللي تغرد كل يوم بتويتر وتقول أحسن المعاملة الخدم؟ ولا بس كلام يا مي؟ آها لا تعرفين أحيانا الوحدة تعصب غصب عنها. أقول ابعد عن المثاليات وحياة التناقض اللي أنت عايشتها وخليكي مثلنا. أصير مثلكم وأتابع اللي يعجبني شكله بس؟ لا والله خليني كذا أحسن. مش ذا يا أخوي، أكتب شعر يجيني انفلو، أسخف دم يجيني انفلو، أكتب رومانسي يجيني انفلو، وش ذا التويتر السامج ذا؟ خل الشعر تباك. هاي جايز، هلا هلا، السلام عليكم. هلا والله. عبد الله السلام. هلا خشبك خشبك. هلا بأمريكا. هلا ناصر. هلا والله، وش الواتساب؟ استرح استرح استرح. هلا يا ويل. واتساب مان؟ تعال تعال تعال. أمو واتساب مان، بلاك بيري مان يا أبوي. كيف الحال؟ طيب ورا ما علمتنا يا اخوي نستقبلك في المطار ونسوي حركات وكذا. حبيت اسويها لكم سبرايز. كنت بديتك يا السبرايز. اوه والله اني اشتقت للاستراحه وايامها الحلوه. اشتاق لك العافيه يا بطل. وراكم مكتمين انت، وش جوكم ذا؟ ابد مشغولين في موقع التويتر. واو ما شاء الله عندكم حساب بتويتر. ايه عندنا حساب بتويتر وعندنا متابعين بالالوف بعد. عطنا عطنا حساباتكم في تويتر خلينا نتابعكم. لا ايش سويت انت ذاك اليوم؟ كيف دراستك؟ البعثة خلصتها؟ والله الحمد لله كل شيء تمام، بس وضعكم مو طبيعي، ليش ما تبوني اتابعكم على تويتر؟ مسوي فيها تحجير يا ورع. بصراحة احنا داخلين بأسماء مستعارة وقاعدين نطقطق على الشعب. شلون يعني؟ شلون يعني؟ انا داخل باسم مستعار بنت، يعني مسمي نفسي سوس الدلوعة، والأخ هذا الله يبعدك عنه مريض بالسرطان. أعوذ بالله. إيه أصبر بعد يا حبيبي، هذا وش أنت؟ إيه هذا منتحل شخصية فنان مشهور. طيب مو كذا يا شباب، تويتر موقع تواصل اجتماعي، يعني تستفيدوا من خبرات الناس وتجاربهم في الحياة، مو إنك تتبلى بنفسك بمرض ولا بتتحلى بشخصية شخص آخر. حاولنا يا أخي بس عيو عيو يجون المتابعين ما جاء أحد. لا يا أخوي تقدر. انت يا ناصر مثلا اذكر انك انت كنت شاعر، ليش ما فكرت انك تكتب الشعر وتنشر بتويتر؟ وانت يا محسن انت مبدع بالكمبيوتر وتقنية المعلومات والامور هذه، ليه مش يا اخ ما تتكلم بتويتر؟ وانت يا المبدع في ديتك، مبدع في تضبيط السيارات وتصليحها، ليش ما تتكلم عنها؟ كيفنا احنا حرين يا اخي، نبغى متابعين ونبغى جمهور يا اخي يتابعنا. طيب انت كم عندك متابعين؟ انا عندي 200 الف متابع. اوف اوف 200 الف؟ اركد فديتك، شلون جبتهم؟ تشتري بفلوسك يا حبيبي. بيض بيض. انا الشباب المتفائل بدون